ممكن اللي كتير مننا ما يعرفوش ان كتير من اغاني مسار اجباري كتبتها شاعره امراه. خلوني دلوقتي ارحب بالشاعره دعاء عبد الوهاب واللي كتبت لمسار اجباري كتير من الاغاني، منها ما تخافيش من بكره، قلبك ده عنواني، تقع وتقوم، زيك انا، وغيرها كتير كتير من الاغاني. مساء الفل عليك يا دعاء. يا فشنت، مساء النور، ازيك؟ يعني اول حاجه بحييكي على الاغاني اللي انت كتبتيها، لانه بجد من اكتر الاغاني اللي انا شخصيا بحبها. فعايزه اعرف منك ازاي التعاون جه مع مسار اجباري، بالذات ان انت شاعره ست بتعبري عن افكارك انت، يعني التعاون جه ازاي وازاي كسرتي الحته دي معاهم؟ بصي، انا بشتغل مع مسار اجباري من زمان قوي، يعني يمكن اول اغنيه عملناها كانت ما تخافش من بكره، متهيألي كانت في 2011 و2010، من زمان قوي. بس على فكره مش انا الامراه الوحيده اللي بتكتب لمسار اجباري، واحده من اهم الشاعرات كمان بتكتب لمسار اجباري قمار مصطفى، برضو عامله اغاني حلوه قوي انا برضو بحبها، بس كنت عايزه اقول كده. انا اشتغلت ناس، عارفه زي ما بيقول لك دايما كل الاغاني بحبها وكل الاغاني اولادي، بس هو الحقيقه ان انا بحب جدا كل شغلي مع مسار اجباري وقريب قوي للقلب. يعني انا بحب المزيكا اللي بيعملوها، بحب اخلاصهم الشديد وحبهم الشديد للفن، بحبهم على المستوى الشخصي، كلهم اصدقائي، فمن احلى التجارب اللي عملتها في حياتي هو شغلي مع مسار اجباري. هل كان صعب ان انت يعني تقنعيهم او ان انت تعرضي عليهم في البدايه خالص، يعني خلينا نتكلم بكتابتك انت وافكارك انت، ولا هم كانوا بالعكس منفتحين؟ بصي، الحقيقه انه انا ما عرضتش، انا كنت كاتبه على كنت بكتب على البيج بتاعتي على الفيسبوك، وهاني قرا ما تخافش من بكره كانت اول حاجه، وطلب مني انه لحنها، فعلا لحنها وبقت اغنيه جميله جدا. انا حتى وقتها كنت بره مصر اصلا، ولما رجعت مصر حضرت معاهم حفله، وحبيت جدا 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 المزيكا اللي بيعملوها، وحبيت كل الاغاني اللي بيعملوها، فمن بعدها بقينا اصحاب. يعني عارفه بقى بوت واي، يعني انا ممكن اكتب حاجه اقول له يعني انا حاسه انها لايقه عليكم قوي، زي تقع وتقوم. تقع وتقوم انا كنت كاتباها لهم مخصوص. وفي حاجات انا بكتبها وتعجب هاني، زيك انا كنت برضو كاتباها عن سوشيال ميديا وهي عجبته، فبقينا خلاص. هل في اي اغنيه كان في كتابه مشتركه بينك وبينهم؟ لا، كتابه مشتركه لا، هم ما بيكتبوش. هل حد منهم من اعضاء الفريق لا جه مثلا قال لك انا حاسس بحاجه كده النهارده، 1 2 3، فانت قدرتي تترجمي ده لكتابه؟ مش كلمات بس، ساعات مثلا هاني كان يبعت لي لحن، يعني يبقى هو في مود معين شايفه، فبيبعت لحن معين مزيكا هو عايز يكتب في المود ده. فده طبعا بيحصل طول الوقت. حلو قوي، احنا مبسوطين قوي عامه بده، وعارفه ان انت كل الاغاني بالنسبه لك ولادك، لكن عايزه اعرف لو في اغنيه واحده كده انت يمكن بتعتزي بيها، يعني مش لازم تكون المفضله ليكي لكن بتعتزي بيها، ايا كان بداتي بيها بقى معاهم، لقت نجاح كبير. طيب بصي هقول لك، اصل بجد يعني انا بحب ما اخافش من بكره لانها اول اغنيه، بحب تقع وتقوم لانه كان الفيدباك بتاعها هايل من الناس، قالوا لي عليها كلام حلو كتير قوي. بحب زيك انها كانت اول اغنيه رومانتك، وبحب برغم المسافه لان برضو كانت ظروف نزولها ومع الاسماء ابو يزيد انا بحبها جدا. فدول يعني اغلى حاجه على قلبي من اغاني مسار اجباري. طيب هتحضري بكره الحفله ان شاء الله؟ والله انا كنت اتمنى، بس للاسف انا عندي شغل في القاهره فمش هقدر. بس انا مبسوطه جدا جدا بالحاله الفنيه الجميله اللي معموله في العالمين، واحنا مبسوطين قوي ان انت اغانيكي هتبقى موجوده بكره ان شاء الله، لانه بجد بجد الحفله دي يعني ان شاء الله، لانه فيها سعد ماسي وحمزه نمره ومسار اجباري، فاكيد هتكسر الدنيا. شكرا ليك يا دعاء، دعاء عبد الوهاب الشاعره طبعا لمسار اجباري وغيرهم اكيد.